أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة البناء على الزخم الراهن للتعامل مع التحدي الوجودي المرتبط بتغير المناخ. وخلال كلمته أمام قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لنجاح قمة كوب 28 في دولة الإمارات، بما يدعم تحقيق هدف الحفاظ على متوسط ارتفاع حرارة الكوكب. ترى مصر ضرورة البناء على الزخم الراهن للتعامل مع التحدي الوجودي المرتبط بتغير المناخ، وتطلع لأن تكون قمتنا القادمة في دولة الإمارات العربية الشقيقة قمة ناجحة بكل المقاييس، بما يدعم تحقيق هدف الحفاظ على متوسط ارتفاع حرارة كوكبنا كما ورد في اتفاق باريس، والعمل على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وبما يسهم في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي والتنموي المطلوب، ويسمح بحشد الدعم المالي والتقني وتعزيز الابتكار لتحقيق الأهداف المرجوة.